لا، تلقت ولاية الواد أول شحنة من اللقاح ضد كوفيد 19، وهذه الحقنة مخصصة في الدفعة الأولى إلى الجيش الأبيض. أنا أوصي الجميع أن التلقيح هذا راح يكون واقي مع التزام دائما بالوسائل الاحترازية والوسائل الوقائية. عدد التسجيلات على المواطنين اللي أعطانا دي مرضي كرونيك لأكثر 65 سنة حاليا كانت تسجيلات كبيرة على مستوى كل العيادة متعدد الخدمات. ذلك تحت رعاية السيد الوالي ومدير الصحة. الحمد لله تم تسخير كل جميع الوسائل المادية والبشرية من طاقم شبه طبي وطبي. وندعو الشعب الجزائري كامل انه يتخذ القدوه بالاطباء والناس ذو الاختصاص، ويبعد ما يتبعش ان الناس اللي تهضر بلا علم. استلمت ولايه خنشلك باقي ولايه الوطن حصتها من اللقاح المخصص لهذه العمليه، والبالغ عددها 690 جرعه من اللقاح. العمليه انطلقت اليوم على مستوى مركز التلقيح بالمؤسسه الاستشفائيه احمد بن بلة. في المرحلة الأولى العملية ستستهدف عمال ومستخدمي القطاع الصحة. الأطباء هما اللي مدوا المثل، وحنا ما نعرفوش خير من الطبيب، الطبيب راه يعرف والفائدة نتاع هذا الآخر، هما اللي كانوا متطوعين، والحمد لله اليوم بدأت العملية. إن شاء الله ما كان حتى لاش نخافوا من هذا، لا بالعكس.